بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ شو اخباركم؟ عساكم طيبين. معكم غصابة وغصاص. اليوم معنا شرح جميع تروفيات لعبة مارفل سبايدر مان. امس طلعت في بلاتينيوم، وان شاء الله انكم تطلعوني وبحاول اشرح لكم باختصار الاشياء اللي عليكم تسويها او لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بلاتينيوم هذا اول شيء يا شباب، هذا تروفي حق الملابس كلها، فعشان تطلع التروفي هذا حق الملابس كلها لازم تخلص كل المهمات، يعني من هنا لما هنا، يعني تقريبا لآخر تروفي سيلفر. هذول كلهم مهمات تجمعات داخل الماب لازم تخلصهم. غير الأشياء الثانية طبعا، الجرائم حاول تركزوا عليها في بداية اللعبة لأنكم يعني راح تستفيدون منها توكنز، وراح تفيدكم في التجميع لأنها راح تقروشكم شوي. طيب نكمل. هذا اسمه التاورز اللي يعني تفتحهم عشان يفتح لك الماب، هذا افتحهم كلهم يطلع لك التروفي. هذا جيت سبيشال بيتر اند تاسك ماتر، هذه مهمات اللي هي حقت التاسك ماتر اللي هي هذه، لازم تجيب فيها فوق البرونزي، يعني لا تجيب برونز جيب السيلفر ويطلع لك التروفي. هذه مهمات التاسك ماتر، تاسك ماستر اللي هو كومبات. طبعا هي تاسك ماستر او شو اسمها، هذا تاسك ماستر عنده 3 أو 4 مهمات، عنده اللي هو الروبوت تلحقه، وعنده القتال، وعنده التجسس، وعنده اشياء ثانية بس ما ادري وشي، والدرون. طبعا لازم تخلصهم كلهم على البرونز وفوق. طيب هذه كلها تاسك ماستر. هي كومبليت افري تاسك ماستر تشينج ان ذا سيتي وانس، يخلص كل المهمات تاسك ماستر. هذه ار بي دي خلص كل حاجات اللي هو البروجكت المجهر، خلصها كلها الموجودة في الماب. طيب هذه طرق قصة ما تتختم راح يطلع لك، وهذا برضو اكت 2 وهذا اكت 3 راح يطلع لك مع طرق قصة ما تتختم. هذه كرافت 15 ابجريد، الابجريدز اللي هنا تختار اي شيء تطور منه لما يجي 15 يطلع لك تروفي. هذه ديفيت فيسك، هذا اول ما تدخل في اللعبة راح تقابل واحد مبرق، هذا تهزمه. هذا ديفيت لي، هذا الصيني او الياباني تهزمه بعد نهاية القصة. هذا الكترو ويتشر، هذا تهزمهم اثنين البوسز الكهربائي والطائر. طبعا هذا تهزم العقرب ورين هو الثور. وهذا ديفيت التومبستون، هذه وتتخلص سايد ميشنز. بعدين في مهمة اسمها تومبستون ممكن تخلصها 3 مرات اما يطلع لك البوس الاخير اللي هو هذا، ما ادري اذا صورته طالعة او لا. تخلص هذه يطلع لك تروحي. هذا ديفيت الشركة، هذا تجهز مع يعني تعطونا قصة شوك اند ويت ويتنج. هذه وانت تتنقل في الماب بسرعة، يعني تضغط اكس وال2 بعدين تضغط ال2 وار2 سوا، بعدين تضغط اكس بعدين تضغط اكس، يعني الحركات سريعة راح تطلعك عشوائيا. هذه مهمات تخلصها، المهم مهمات يعني انت وانت تلعب راح تطلعك عشوائيا، يعني هي كلها كلها اكس بي تتجمع على بعضها فقط. هذه برضو يعني تطلعك ما احتاج تسويها. هذا كاتش هذه مهمة جانبية اسمها هاورد سبيجن الحمامات، ممكن تنعش الحمامة اذا خلصتهم يطلعك التروفي، طبعا راح تطلع علامة بالخريطة. طيب هذه كنت تقدر بحارس، هذه سبق وسوينا شرح في اليوتيوب، راح تكون رابط في الزاوية اليسار او الزاوية اليمين. كمبيوتر سايد ميشنز هذا تروفي حق المهمات الجانبية كلها. هذا كرافت يور فرست ابجريد، هذا اي شيء يسوي كرافت راح تطلع بدون ما تروح تدور عنه، تسوي كرافت وانتهى. هذه بيرفكت دوج 10 اتاك، هذا طويل العمر والسلامة، اللي هي تضغط الهلف بعدين تنط عليه وتنط المربع يموت، هذه حركة مع الوقت تتحسن انك طلعتها وانت ما تدري.
هذه مهمات فتحتها مقطع اليوتيوب اللي هو خلص 10 مهمات او 10 جرائم لعصابات داخل السيارات او مجرمين داخل السيارات. هذه بيرسبكت، هذا القبر حق عم بيتر اللي شرحته في القناة، بحطه في الرابط. هذا سبيتش، هذا على قمة، سبق وشرحته. سبق وشرحته، هذا يصور كل المعالم او المتاحف. هذا يستخدم القطار 5 مرات فقط في الماب، وهذا يقول لك تشين فور انكس بفور لاند، يقول لك هذا سبق وشرحته اللي تسوي حركات على قمة. هذا وير نيوز يقول لك اشتري 5 ملابس سبايدر مان، هذه اغدر في 75 واحد. وهذه جمع 5 باك باك، 5 شنطات. وهذه ألقي التحية على 10 مواطنين، سويت نشر في القناة. قلت لك هذه جمع كل القطط اللي موجودة في الخريطة. هذه خلص كل الأوبشنال بروجكت اللي هي الألغاز اللي داخل بيت باركر، في الآيباد وفيه المجهر، تروح لهم تخلص ألغازهم كله وتكتب. يقول كمبليت الأوبجيكتس إن بيس. هذه ما أدري كيف أوصفها، إلا ما إنك يعني أنت إذا لعبت شيء من العلامات الموجودة في الخريطة حاول تخلصهم كلهم نفس العلامة حقتها. يعني هذه الديمون فيهم، هذول اللي لابس نقعة ديمون، يعني أخلص الديمون اللي في المهب كله يطلع تروفي. يعني هذا محتاج إنك تركز عليه، لأنك بعد تروفي اللي هو 100% راح تطلع كل شيء. وبس شرحنا كل التروفيات، أتمنى إني وفقت في الشرح. أي سؤال أو استفسار اكتب لي في الكومنت، والسلام عليكم.